السلام عليكم اعزائي متابعين قناه ربحك. عندنا لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده يا شباب معانا موقع جديد لربح عمله البيتكوين. الموقع فيه كذا طريقه للربح، في ضغط على الاعلانات واختصار روابط وكذا طريقه يا شباب للربح. هندخل نشرحها من الموقع، والحد الأدنى للسحب 10,000 ساتوشي يا شباب. شكل الموقع من الخارج، طريقة التسجيل يا شباب بنيجي هنا بنحط اليوزر نيم وهنا الايميل وبنعمل، لا طريقة التسجيل يا شباب نيجي من هنا تسجيل سوري، هنحط هنا اليوزر نيم يا شباب وهنا الايميل وهنا عنوان محفظة البيتكوين اللي هنشتغل عليه وهنا الباسورد وعادة الباسورد ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. هنيجي للدخول يا شباب، هنحط الايميل والباسورد ونعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع يا شباب من الداخل. لو جينا نقف كده هيقول لك الحد الادنى للسحب هنا 10,000 ساتوشي. طريقة الشغل يا شباب، اول حاجة في هنا ضغط على اعلانات، دي مجموعة الاعلانات يا شباب اهي قدامنا. هنا بيدينا 15 ساتوشي، كل اعلان بيدينا 15 ساتوشي، وبعد كده الاعلان ب10 وب5. بندوس على الاعلان كده يا شباب بالشكل ده، وهننتظر يا شباب. زي ما انتم شايفين كده يا شباب هيجي هنا، المفروض هنا العداد بيملى دوت، ننتظر لما العداد ده يخلص. معلش يا شباب خليكم معايا للاخر عشان نفهمكم بس طريقه الربح من الموقع ازاي. من كل طريقه هناخد حاجه واحده بس يا شباب عشان ما نطولش عليكم. اهو جاب لي هنا يا شباب مجموعه كلمات لازم اكتبها له هنا، وهدوس له سن. اهو يا شباب كده اداني 15 ساتوشي زي ما انتم شايفين. هقفل الصفحه دي يا شباب وارجع تاني للموقع، وهرجع على صفحه الحساب. اهو يا شباب حساب لي هنا 65، كانوا 50 بقى 65. تمام يا شباب، دي اول حاجه للربح. تاني حاجه من هنا يا شباب هندوس هنا كده، دي بقى بتشتغل اوتوماتيك، او بندوس على الاعلان كده وبننتظر يا شباب. هنا الاعلان مش شغال، دي الصفحه اللي احنا فتحناها. هنرجع للصفحه الرئيسيه هنلاقي العداد جوه الصفحه الرئيسيه، ما نقفلش الصفحه الثانيه الا لما الاعلان ده يخلص. اهو كده يا شباب خلص. بص هيجيب لك الاعلان اللي بعده اهو، تدوس كده برضو هيفتح لك صفحة والعداد هتلاقيه جوه الصفحة الرئيسية. دي كده الطريقة التانية يا شباب للربح من الموقع. اهو يا شباب كده هنرجع تاني للصفحة الرئيسية بتاعتنا، بقى 85 يا شباب اهو ساتوشي. في هنا العروض المسموحة دي هنخش عليها. سعر العرض عامه مش فاهمها، مش فاهمها قوي دي. هنخش من هنا يا شباب كده، في هنا عندك اختصار روابط اهي يا شباب، بندوس على الاختصار روابط من هنا. دي كده الطريقه الثالثه للربح يا شباب من الموقع برضو.
اه يا شباب، هنيجي هنا نحل الكباتشة دي. اي صفحة تفتح معاك اقفلها، خليك شغال في الصفحة اللي انت ايه بتاعت اختصار الرابط. اهو كده يا شباب خدنا قيمة الإعلان. لو رجعنا كده لصفحة الحساب بتاعتنا، ولا كتب غلط؟ طب هنرجع كده لصفحة الحساب. زي ما انتوا شايفين يا شباب حسب الضغطة، يبقى كده يا شباب في كده 3 طرق للربح. الأولانية الضغط على الإعلانات، التانية اختصار روابط، هنترجم كده باللغة العربية، وفي الإعلانات اللي قلنا عليها تصفح الإعلانات ديت، وفي هنا العروض المسموح بيها اللي احنا شفناها. مرحبا، في دي لعبة مش عارف بقى اللعب الألعاب دي طريقتها ايه. في دي ألعاب بتبقى بفلوس يا شباب، ما انصحش باللعب فيها. بس يا شباب هما دول كده الطرق اللي للربح في الموقع، وان شاء الله كده هنشوف برضو ايه، ندرس الموقع اكتر، ومع اثبات سحب هنعمله شرح تاني باذن الله. من هنا السحب يا شباب، ومن هنا بيجي لك نقط، مش عارف النقط دي بتتجمع منين لسه برضو، وبعد كده بتبدلها برصيد للحساب. ده رابط الاحالة بتاعنا يا شباب اهو. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.